نجمة وعليها الكلام. بالنسبة للفروسية، الفروسية تنقسم إلى ثلاثة فروع. البرنسيبال هذوما عندنا سباق الخيل، الكورس، كورس دو بلا يعني، عندنا القفز عن الحواجز، وعندنا سباقات المداومة والتحمل، ثلاثة. بالنسبة للخيول الموجودة هنا في مركز سباق الخيل، خيول عربية أصيلة وخيول إنجليزية. السلالة متاع البيرسون أراب الكل معروفة في تونس، البولم الجد، سلالة تطلع حتى سور سانكيام سيزيام جينيراسيون، وصلت الخيول 100,000 دينار سعر يعني الحصان العربي الأصيل، 100,000 دينار السنة وصل. أقل سوم 4,000 دينار، أكثر سوم وصل 100,000 دينار بالنسبة للسنة. الغرام راهو حاجة إنيسة، ها؟ هذا عام 71 يعني تغرمت، عمري 11 سنة. الغرام حاجة إنيسة ويلزم البدن يجاوب، دونك نجم يكون واحد مغروم من بدنه ما يجاوبش. الرياضات الفروسية أول حاجة هي ثقافة، أول حاجة أخلاق، أخلاق الفارسي لازم تكون عالية. العربي الأصيل هو سي لا سونسيبيليتي، سي لا بويسونس، سي لا فيتيس، سي لإكسبرسيون اكستريم يعني متاع الكونتاكت اونتر لو كافالي ولا الملاك والحصان، سي لانتيليجونس. مام الحصان العربي اصيل تريز انتيليجون، فهمت؟ هذا كله احساس يتحسن بعد، ما نجمش نفسرهولك توا، ايموسيونيل، تولي تفهم الحصان ويفهمك وتحكي معاه، فما عباد تحكي مع الحصان. هنا وصل الولايه جبناه هنا بوندون 3 ما برا لوتيز. بالنسبه للخيول الموجوده هنا، فما كل صباح لونتروتيان تاعهم، يعني لي بوكس يلزمهم ينظفوا الصباح، الحصنه تنظاف، نظفوهم تنظيف يعني بالمحكه، نظفوا لهم لي صابون تاعهم، نوريكم كيفاش تنظيف لي صابون، يعلفوهم، وفما اونترينمون ماتينال. هذا تنظيف الكوري يوم ما تعطيها، طولها 1800 متر تيرا ناتورال، في وسطها جولف. العشيه عندنا سباق هنا، الميدان هذا ميدان سباق الخيل، هو اجمل ميدان سباق خيل في الجمهوريه التونسيه، والبلاصه نتاعو لي استراتيجيك يعني، جات في الزون توريستيك. القبول هنا بالناس باش تجي تعلم، فما نادي فروسيه هنا، عندنا وحده المانيه تعلم، ولا عندنا واحد اخر هنا قاعد يعلم زاد في الوليدات الصغار. الاقبال البنات اكثر من الولاد، هذه خاصيه حتى في اوروبا يعني، قريت ارتيكل قال لي سي لو سبور فيمينا بار اكسيلونس. ديما بصفايح الومنيوم باش يكون الحفر نتاعها اخف، هذه نوعيه نتاع صفايح تحب تشوفها، ولا صفايح اسي اسيدو سادي بونتي، والتيران اللي باش يجري فيه كما يجري في التيران ناتورال احسن حاجه هي الاسيدو، يجري في الرمل احسن حاجه هي الالومنيوم.
نجمة وعليها الكلام.